مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية الصف الأول المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 5 Lesson 4 اليونت الخامس الدرس الرابع. عنوان الدرس We've been everywhere. We've been everywhere معناها لقد ذهبنا أو لقد كنا في كل مكان. بالفقرة الأولى يقول لي Leith and Dahlia have been everywhere. Leith وداليا ذهبوا لكل مكان أو كانوا في كل مكان. They've written a song about their journeys. وكتبوا أغنية عن رحلتهم. إيش يقول لي؟ يقول لي sing a song. غني هذه الأغنية. إذن هو منطيني طبعاً مقطع صوتي الأستاذ يعلق هذه الأغنية بداخل الصف كنشاط سماعي. يطلب من الطلاب إنه يستمعون للأغنية ويباعون على الكتاب ويحاولون يغنون ويا هاي الأغنية. طبعاً هذا النشاط أو هذه الأغنية لتطوير مهارة التحدث بطلاقة لدى التلاميذ، يعني يقدرون يحسنون من طلاقتهم باللغة الإنجليزية. كل ما الطالب قدر يدرب نفسه على قول الكلمات أو قول الجمل بشكل سريع، طبعاً الأغنية بشكل سريع أكيد راح يقولها بشكل سريع، راح تزيد طلاقته باللغة الإنجليزية. فهم مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحليلي والامتحان الشفوي. راح نقرأ بعض الفقرات من الأغنية، البقية كلها المشابهات، ونوضح مفرداتها وننتقل للفقرة اللي بعدها. I've been to England. لقد ذهبت إلى إنجلترا. I've been to France. لقد ذهبت أو لقد كنت في فرنسا. I've احنا قلنا سابقا من الآيب مختصر مع I have. والI have هو زمن المضارع التام البسيط. والدليل على هذا الكلام إنه إجا وراها فعل تصريف ثالث. فالI هي الفاعل تأخذ have وراجع تصريف ثالث، إذن هو اللي يعبر عن هذه الجمل باستخدام زمن المضارع التام البسيط. وهكذا مع البقية. I've been to Australia too. لقد كنت في أستراليا أيضا. I've been to America. I've been to Japan. كنت في أمريكا أو ذهبت إلى أمريكا، ذهبت إلى اليابان. What about you؟ ماذا عنك؟ وهكذا مع البقية. I've been to India. نفس الكلام يرجع عيده. I've been. كنت أو ذهبت إلى البلد الفلاني والبلد الفلاني. إذن هو مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. وراها بكتاب النشاط منطيني طبعاً بداية موضوع قواعدي جداً مهم. إحنا أخذنا بداياته أو الأساسيات مالته بالدرس الأول. تذكرون بالدرس الأول لما أنا أريد أسأل عن دولة شخص معين، مثلاً سألك الأستاذ بداخل الصف قال لك Where does Yuki come from؟ شو تجاوبه؟ إحنا أخذنا الجواب أو أخذنا دربنا على كيفية الإجابة عن هذا السؤال. أقول له Yuki comes from Japan. Where does Emil come from? Emil comes from France. Where does Sultana come from? Sultana comes from Oman. وهكذا. أخذنا كيفية تكوين سؤال باستخدام where. يعني أنا شلون أسأل عن بلد شخص معين. يعني إحنا أخذنا فقط الأداة الاستفهام where. هنا أنا شو يقول لي؟ يقول لي أنا راح أقول لك أو راح أعلمك عن كيفية تكوين السؤال بشكل عام بكل أدوات السؤال. اللي أخذته سابقاً تكوين سؤال فقط باستخدام الأداة where اللي معناها أين أو من أين. الآن راح أخليك تتعلم عن كيفية تكوين سؤال بكل أدوات السؤال الأخرى اللي هن الوات الوير الهو الهاو إلى آخره، وباتباع طبعاً مجموعة ملاحظات. طبعاً هنا ببداية شي يقول لي look at the order of the words in these questions. انظر أو لاحظ ترتيب الكلمات لهذين السؤالين. Where does Emil come from؟ من أين جاء إيميل؟ هاي أخذناها بالدرس الأول. He comes from France. جاء من فرنسا. أما أقول هي اللي هي عوضتني عن إيميل، أو أقول إيميل comes from France. إيميل جاء من فرنسا. مثلاً المثال الآخر. Which countries have you been to؟ أي البلدان ذهبت إليها؟ I've been to Kuwait, Bahrain, England. ذهبت إلى الكويت والبحرين وإنجلترا. شوف هنا ايش دي يوضح، دي يلمح لي ان الجمله الاولى بالمضارع البسيط والجمله الثانيه بالمضارع التام البسيط. اذا هنا دي يوضح لك، يقول لك انت بالدرس الاول اخذت جزء بسيط من كيفيه تكوين السؤال. شنو هو الجزء البسيط؟ اولا انت فقط اخذت اداه الاستفهام وير، ثانيا اخذتها فقط مع المضارع البسيط. اليوم راح ناخذ كل الازمنه او تكوين السؤال مع كل الازمنه باستخدام كل ادوات السؤال. طلاب الملاحظات اللي راح نستعرضها ملاحظات قواعدية مهمة جدا 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 بالامتحان التحريري. يجيب لي جملة جواب
ويقول لي حول هاي جملة الجواب أو الجملة المثبتة العادية إلى جملة سؤال باستخدام WH. طبعاً إحنا سابقاً أخذنا السؤال القصير إذا تذكرون، مثلاً Have you been to Italy؟ هل ذهبت إلى إيطاليا؟ Yes I have أو No I haven't. ذاك نوع آخر من الأسئلة، لكن نسميه السؤال القصير، السؤال اللي يكون إجابة عنه أما Yes أو No باستخدام الفعل المساعد اللي هو الهاب والهاز. اليوم راح ناخذ استخدام او تكوين السؤال باستخدام ال WH. ال WH اللي هي ادوات الاستفهام، اللي عندنا مجموعه من ادوات الاستفهام اللي هي الوات، الوير، الهو، الهاو ماني الى اخرين. اول شيء قبل كل شيء لازم تعرف انت كطالب كل اداه سؤال من هذه ادوات السؤال شنو معناها وعن شنو تسال. يعني على سبيل المثال اولا عندي شنو؟ عندي الوات. الوات شنو معناها؟ لما نسألك What's your name؟ What معناها ماذا؟ تسألني عن شنو؟ بس عرفنا معناها لازم أعرف عن شنو. تسأل عن غير العاقل، إما تسألني عن غير العاقل أو تسألني عن الفعل. ما افتهمت استاذ شون يعني؟ يعني أقول لك على سبيل المثال I gave book to ليلى، أعطيت كتاب إلى ليلى. قلت لك أريدك تسألني عن الكتاب باستخدام يا أداة. أنت لازم تعرف أن الكتاب غير عاقل، فأستخدم الوات بالسؤال عنه، فأقول What did you give to ليلى؟ ماذا أعطيت إلى ليلى؟ أقول لي I gave أو I gave a book to ليلى. إذن الوات تسألني عن الغير عاقل. بعد أدي الهو. الهو شو معناها؟ معناها من. وتسأل عن العاقل. أنا انتبه لي، ليش سألتني عن الغير عاقل؟ هاي تسألني عن العاقل، شخص مذكر، مؤنث، مجموعة أشخاص إلى آخره. بعد عندي الوير اللي معناها شنو؟ معناها أين؟ أخذناها أكثر من مرة. وتسأل عن المكان، يعني مثلا أخذناها سابقا Where does Yuki come from؟ من أين جاء يوكي؟ تسألني عن المكان اللي إجا من عند يوكي، بتقول لي يوكي comes from Japan، يوكي جاء من اليابان. بعد عندي شنو؟ عندي الوين. شنو معنى وين؟ معناها متى. وتسأل عن، ركز وياها كلش مهمة، وتسأل عن الزمان. يعني مثلا البارحة انت لعبت طوبة، تقول yesterday I played football، البارحة لعبت كرة القدم. أرد أسألك وش وقت لعبت طوبة أو وش وقت لعبت كرة القدم، راح أستخدم الأداة وين. وين شنو معناها؟ معناها متى. فش أقول لك؟ أقول لك when did you play football، متى لعبت كرة القدم؟ تقول لي I played football yesterday، لعبت كرة القدم البارحة، وهكذا مع البقية. عندي بعد شنو؟ عندي how. how معناها كيف. وتسأل عن ظرف الحال. شنو يعني ظرف الحال؟ تذكروها بالسابق. ظرف الحال هي الكيفية التي قام بها الشخص بفعل شيء معين. يعني مثلا How did you drive؟ كيف قدت أو كيف سقت السيارة؟ تقول I drive carefully، سقت السيارة بحذر. شوف أنا سألتك عن شنو؟ عن الكيرفولي، عن كيفية قيادتك لهذه السيارة. فأنت جاوبتني عن الكيفية. شلون جاوبني عن الكيفية؟ أخذناها سابقا باستخدام ظروف الحال أم الألواي وهكذا. بعد شنو عندي؟ عندي الواي. شنو معنى واي؟ معناها لماذا؟ وأكيد لماذا تسأل عن السبب. بس أنا إيش قلت لك قبل دقيقة؟ قلت لك قبل ما أبدي بشرح الموضوع أنت لازم تعرف أدوات السؤال كل واحدة شنو معناها وعن شنو تسأل. أستاذ أنا عرفت الأدوات السؤال، حفظتهم وياك، عرفت شنو معناها وعن شنو تسأل. أكو ملاحظة جدا 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 مهمة أريدك تنتبه عليها. عند تحويل الجملة إلى سؤال باستخدام أدوات السؤال، أنت من تريد تحول الجملة إلى جملة استفهامية، جملة سؤال باستخدام أدوات السؤال. شنو أدوات السؤال؟ اللي سميناها WH. طبعاً ملاحظة، أنت ليش تقول عنها WH أو إحنا ليش نسميها WH questions، السؤال بWH؟ لأن أغلبهن أما تبدأ بWH أو بها WH، إذن هن نسميهن WH نسبة إلى الحروف اللي موجودة بها اللي هي W والH. عند تحويل السؤال أو عند تحويل الجملة إلى سؤال باستخدام أدوات السؤال،
يجب، انتبه لكلش هنا، يجب أن نحذف الشيء الذي تسأل عنه الأداة. ما افتهمت أستاذ شلون يعني؟ يعني أنا على سبيل المثال استخدمت أو حولت الجملة إلى سؤال باستخدام الأداة وين؟ شنو معنى وين؟ ومعناها متى؟ تسألني عن شنو؟ تسأل عن الزمان. فعلى سبيل المثال أنا إيش قلت لك؟ قلت لك I went to the mall yesterday. هاي جملة عادية، بس راح نجي نعرف شلون نحولها، راح ناخذ الخطوات. بس أول شيء خلينا نضرب مثال عن هذا عن هذه الملاحظة. تقول لي I went to the mall yesterday، ذهبت إلى المجمع البارحة. جيد، الآن لما تريد تحولها إلى سؤال باستخدام الأداة وين، قبل كل شيء أنت لازم، قلت لك أنت لازم تعرف أن الوين شنو معناها، معناها متى، تسألني عن شنو، تسألني عن الزمان. أول شيء لازم تسويه هو أنه تحذف الزمان من الجملة. ليش استاذ تريدني أحذف الزمان من الجملة؟ لازم تحذف الشيء الذي تسأل عنه الأداة. تسألني عن الزمان، أروح أحذف الزمان. ليش تريدني استاذ أحذفه؟ لأن أني أو الجملة العادية اللي أنا أعطيتك إياها قلت لك أنا البارحة لعبت، أرد أسألك عن الزمان اللي لعبت عنه، فلازم إيش أقول لك؟ أقول لك متى لعبت؟ تقول لي لعبت البارحة. يصير أقول لك متى لعبت البارحة؟ لا ما يصير. ليش؟ لأن هو أنا دا أسألك عن الزمان، فيجب أن نحذف الزمان من الجملة. سألتك بوير، تحذف للمكان. سألتك بالوات، تحذف للغير عاقل. سألتك بهو، تحذف للعاقل، وهكذا. يجب أن نحذف الشيء الذي تسأل عنه الأداة. لذلك أنا بالبداية قلت لك، قلت لك لازم تعرف كل أداة عن شنو تسأل. هسه هاي الملاحظة عرفناها. الآن نجي على خطوات تحويل الجملة إلى جملة استفهامية. أولا طلاب، هذين الخطوات أول شيء راح نكتبهن على شكل خطوات ونسويها بطريقنا على شكل قاعدة، على مود أنت بطريق كيفك تحفظها بطريقتك. تريد تحفظها على شكل خطوات أو تريد تحفظها على شكل قاعدة، راح نوضحها بشكل مفصل. أولا نضع، ركز وياي بالخطوات، نضع أداة السؤال. هو طبعا بالامتحان راح يجيب لي جملة عادية ويقول لي أريدك تسوي لي إياها question. شنو يعني question؟ يعني سؤال باستخدام الأداة الفلانية. مثلا يقول لي باستخدام وين أو باستخدام وين. فأول خطوة يجب أن نضع الأداة اللي هو طالبها من عندي. ثانيا، إذن أول خطوة نضع الـ WH نسميه الأداة السؤال. ثانيا أنا ننتبه، نضع الفعل المساعد المناسب للجملة. أوقف استاذ، أنا ما أعرف شنو يعني فعل مساعد. ركزوا وياي، يعني الأفعال المساعدة قليلات فنقدر نحفظهن، وإحنا أخذناها بالدروس السابقة ووضحناها بالدروس السابقة. أدك الـ is و are و am و was و were و do و does و did و have و has و had و can و could shall should will would و may و might. 19 فعل مساعد. هذين الأفعال المساعدة إذا شفت واحد من عندهم بالجملة توضعه. إذن ثانيا الفعل أو الفعل المساعد، إما هذا الفعل المساعد تلقاه في جملة، نجده في الجملة، أحد من الأفعال اللي قلت لك إياها الإز وآر وآم وزوير إلى آخره. وبعض الأحيان أدور عليه بالجملة، أنا لقيت فعل مساعد نزلته مثل ما هو. إذا ما لقيت فعل مساعد لازم تجيب من جيبك. شو تجيب؟ تجيب أما دو أو داز أو ديد. مو كيفك تجيب أي شيء، لا، أنت مخير أو محدد بثلاث أفعال تجيبهن من جيبك، أما دو أو داز أو ديد. نتوقف هنا لأن عندنا ملاحظة أخرى. إيش وقت تخلي الداز؟ تخلي الداز إذا كان الفعل يحمل أس الشخص الثالث. إيش وقت تخلي الداز؟ إذا كان الفعل الرئيسي بالجملة يحمل أس الشخص الثالث. إذا نخلي الداز ونحذف الأس. إذا نخلي الدز ونحذف الأس. زين الدد شو وقت أخليها؟ إذا كان الفعل ماضي. إذا نخلي الدد ونرجع
الفعل إلى أصلا. هسه ركز وياي، أنت بالبداية بالجملة دورت على is are am بالجملة ما لقيت، إذا ما لقيت إذا وجدت بالجملة ينزل كما هو الفعل المساعد، إذا ما لقيت تجيب من جيبك أما do أو does أو did. زين أستاذ، شو وقت أخلي do وش وقت أخلي does وش وقت أخلي did؟ الدز تخليها إذا الفعل اللي بالجملة بيأس الشخص الثالث، شو تسوي؟ تخلي الدز والأس تحذفه. الدد شو وقت تخليه؟ إذا كان الفعل ماضي شو تسوي؟ تخلي الدد وترجع الفعل الأصلة، يعني هو مو ماضي ترجع الأصلة. زين ودو إذا كان الفعل مجرد ينزل كما هو بدون تغيير. إذن الخطوة الثانية حفظناها، نضع الفعل المساعد المناسب للجملة. اللي بعدها شو تقول؟ الملاحظة الثالثة تقول نضع الفاعل والذي عادة ما يكون بداية الجملة. نضع الفاعل، الفاعل استاذ انا ما اعرفه او ما عنده الا وين، غالبا يكون موقعه بداية الجملة. رابعا نضع الفعل الرئيسي، يجب ان نضع الفعل الرئيسي مع اجراء التغييرات، يعني اذا اللي خليت داز لازم تشيل الاس من عنده، اذا خليت الدد لازم ترجع الاصل ترجعه مجرد، واذا خليت الدو فهو اصلا مجرد ما يحتاج انك ترجعه او تحذف من عنده شيء. اذا هذه الخطوات امامكم، حاولوا تحفظوها وتسجلوها بالدفتر على مود نقدر نحل او نكون جمله سؤال اذا جاب اياها بالامتحان. زين استاذ انا شلون تجيني بالامتحان وشلون اقدر اجاوب عنها؟ طبعا احنا ما كملنا القاعده، خلي نكملها على مود نقدر نطبق على اساسها. احنا اخر شيء خلينا الفعل المساعد المناسب، نضع الفاعل ومن ثم نضع شنو؟ نضع الفعل الرئيسي، الفعل الرئيسي. جيد، هسه ركزوا وياي، نروح وين؟ على التمرين اللي ممكن يجيني بالامتحان عن هذا الموضوع. شو يجيب لي؟ يجيب لي احد هذه الجمل وش يقول لي؟ يقول لي question، اريدك تسوي لي سؤال with باستخدام يمضيك الأداة المناسبة للجملة اللي جابلك إياها. أكو تلميح هو من المحلك إياه بكتاب النشاط، شوف هنا جار خط أو جار فد تضليل على سميرة وعبد الله، يقول لك أنا أريدك تسأل عن سميرة وعبد الله، تسأل عن سميرة وعبد الله باستخدام يا أداة. طبعا قلت لك بالامتحان راح يقول لك باستخدام الأداة هو، لكن لنفترض أنه جابلك إياه بنفس كتاب النشاط، يقول لك أريدك تسألني عن سميرة وعبد الله، ماكو مشكلة. احنا قبل دقائق سميرة ايش تعتبر؟ تعتبر عاقل. شنو الشيء اللي يسألني عن العاقل او شنو أداة السؤال اللي يسألني عن العاقل؟ اللي هو. إذن أنا اختصر لي من الامتحان التحرير اختصر لي خطوة، قال لي من الأخير أنا أريدك تستخدمني الأداة هو. شنو الخطوات؟ نرجع على الخطوات إذا ما حافظين، نرجع على الخطوات. أولاً نخلي الأداة السؤال، الفعل المساعد المناسب، الفاعل والفعل الرئيسي. أداة السؤال، الفعل المساعد، فاعل، فعل رئيسي. أداة السؤال، فعل مساعد، فاعل، فعل رئيسي. حفظناها الآن نجي نطبق. تعال بالك وياي. شو يقول لي؟ شنو أداة السؤال؟ أداة السؤال هو. إذا أخلي هو هي أداة السؤال ومن ثم الفعل المساعد. شوف هنا أنا شنو الفعل المساعد؟ هو إحنا قلنا إذا الفعل المساعد موجود ينزل كما هو بدون تغيير. إذا ما لقيته أجيب من جيبي، شنو اللي أجيبه من جيبي؟ أما الدو أو الدز أو الدد، الدو أنزلها بدون تغيير، الدز أنزلها واحدة في الأس، الدد أنزلها وأرجع له. بس أنا ما عندي مشكلة، أنا لقيت الفعل المساعد فأقول هو زائد من الفاعل، شنو هو الفاعل؟ أستاذ الفاعل أنت قلت لنا ألقى بداية الجملة، إذا أنت messages، هو the messages زائد التكملة. طبعا أنا بالقاعدة إيش كاتب؟ كاتب فعل رئيسي، دورت ما لقيت فعل رئيسي، اذا ما راح اخلي فعل رئيسي، ما عندي لان بالجمله فعل رئيسي. زادت التكمله، هاي نزلتها، هذه حذفتها، اوقف استاذ ليش حذفتها؟ احنا اتفقنا ان الهو تسال عن العاقل، اذا انا راح اول شيء راح اسويه لازم احذف العاقل من الجمله، وبالتالي الار نزلتها بقت بس الفرام، انزل الفرام، وبالاخير ايش اخلي؟ علامه السؤال لان الجمله استفهاميه سويتها. هسه ايش قال لي؟ قال لي هو ار ذا مسجز فروم، من جاءت الرسائل؟
الجواب the messages are from سميرة and عبد الله. الرسائل جاءت من سميرة وعبد الله. شوفوا يجب أن نحذف الشيء الذي تسأل عنه الأداة. الأداة هو عاقل، أحذف العاقل. لنفترض قال لي وين، أين، أحذف أداة المكان أو اسم المكان. وين، متى، أحذف الزمان وهكذا. هسه هو عاقل، حذفت سميرة وعبد الله اللي سألتني عنهم. ليش استاذ تريدني أحذفها؟ أنا أكثر من مرة وضحتها، قلت لك the messages are from سميرة and عبد الله. الرسائل اللي اجتني من سميرة وعبد الله، أنا دا أسأل عن سميرة وعبد الله. فش أقول؟ أقول من جاءت الرسائل. ما يصير أقول من جاءت الرسائل من سميرة وعبد الله، لأن أنا راح أعطي سؤال وجواب بنفس الوقت، وهذا الشيء خاطئ. الجملة الثانية، خالد was with his mother. خالد كان مع أمه. أريد أصعبها المرة عليكم، ما أقول لك question with وأعطيك أداة السؤال، أقول لك أنت أعطيني أداة السؤال. أقول لك W H question، الطين يسوي لي اياها جملة استفهامية باستخدام W H، واحدة من أدوات السؤال. أريدك أنت كطالب تحددها من عقلك. شوف هنا أنا شو مسوي لي، خالي أو ظللي his mother. his mother معناها والدته أو أمه. بما أنه ظللي والدته، الوالدة عاقل لو غير عاقل، لو اسم مكان لو زمان، هذا عاقل. بما أنه عاقل، أنا إيش راح أستخدم؟ راح أستخدم أداة السؤال هو. هاي أولا. ثانيا، بما أنه راح أستخدم أداة السؤال هو، لازم أحذف الشخص العاقل من الجملة. شوف هنا أنا، هو تسألني عن العاقل، هو مظللي his mother، قال لي أنا أريد السؤال يكون عن الأم. الأم عاقل، خليت له هو، اللي هو تسأل عن العاقل، حذفت العاقل من الجملة. فبالتالي راح أشتغل على هذا الأساس. ارجعوا على القاعدة، شو تقول القاعدة؟ تقول تنزل أول شيء أداة السؤال اللي هي شنو، هو زائدا وراها شنو، فعل مساعد. شنو الفعل المساعد بالجملة؟ was. زائدا ركز وياي الفاعل، وين الفاعل؟ في بداية الجملة، خالد. هو was خالد، زائدا فعل رئيسي. أكو بالجملة؟ لا أستاذ، ماكو فعل رئيسي. زائدا التكملة، أدي بعد تكملة؟ نعم، الواز نزلتها، خالد نزلتها، هذه حذفتها، شو بقت أدي؟ بقت أدي فقط with. هو was خالد with، مع من كان خالد؟ الجواب صار خالد كان مع أمه. إذن السؤال والجواب أصبحن مضبوطات. اللي بعدها نقطة، اللي بعدها طبعا المفروض الحل راح يكون بالفراغ اللي قبله، فشيل الحلول أو الحل خليه بالفراغ اللي قبله. خلنا كتبه هنا who was خالد with، مع من كان خالد، وبالأخير أخلي علامة سؤال. الآن نجي للنقطة اللي بعدها. zebras come from Africa. zebra اللي هو الحيوان أو الحمار الوحشي يأتي من أفريقيا. طبعاً الحل لازم يكون بالفراغ اللي قبله. لهم شو يقول لك؟ يقول لك أنا منطيك هنا أنا مكان سوي بي السؤال، وأنه منطيك الجواب. شوف هنا إيش كاتب لي أو إيش مظلل لي. مظلل لي أفريقيا. أفريقيا إيش تعتبر؟ تعتبر اسم مكان. شنو اللي يسألني عن المكان؟ الوير. إذن أنا حددت حالياً أداة السؤال اللي هي الوير. أحذف المكان. إحنا اتفقنا أول ملاحظة إنه نحذف الشيء الذي تسأل عنه الأداة. حذفته. شو تقول الملاحظات؟ نخلي أداة السؤال. شنو أداة السؤال؟ وير. زائداً ركز وياي الفعل المساعد. دوروا تلقون فعل مساعد. دورت ما لقيت. لا لقيت لا إز لا آر لا آم لا ووز لا وير لا هاب لا هاز إلى آخره. كل الأفعال المساعدة ما موجودة بالجملة. جيد. إذا ما لقيت فعل مساعد استاذ طه ايش قال؟ قال أما تخلي دو أو داز أو ديد. خلنا نتوقف هنا لأن أغلبكم شوي بعد ما واضح الموضوع عندنا. أولاً ديد إذا الفعل ماضي، كم هذا فعل مجرد. الداز إذا الفعل بي إس، ما بي بي إس. الدو إذا فعل مجرد. الكم هو فعل مجرد. إذا الفعل المساعد المناسب للجملة شنو هو؟ دو. أخلي أما دو أو داز أو ديد. الديد إذا كان الفعل ماضي، الدز إذا كان الفعل يحمل اسم الشخص الثاني، الدو إذا كان الفعل مجرد. اسم الفعل مجرد خلي الدو. إذن وير دو زائدا ركز وياي الفاعل، وين الفاعل؟ زبراز. إذن أقول زبراز زائدا الفعل الرئيسي. شنو الفعل؟ كم أستاذ ما أرجع مجرد، هو أصلا مجرد، يعني لا بيأس ولا ماضي، هو أصلا مجرد، فبالتالي ما راح يصير فيه تغيير. Where do zebras come؟ زائد التكملة، إيش بقت عندي؟ فقط from.
Where do zebras come from? من أين جاءت الحمار أو من أين جاء الحمار الوحشي؟ من أفريقيا. النقطة اللي بعدها مستر جابر looked at Hannah's painting. السيد جابر نظر إلى رسمة هانا. نفس الطريقة مظلل لشنو؟ رسمة هانا. أنا بما أن الرسمة غير عاقل أستخدم لها يا أداة الوات أحذف الشيء الغير عاقل اللي تسألني عنه أستاذ مهنا أنا لقيت هانا عاقل. أنا ما يسألك عن هانا دي يسألك عن الرسمة الخاصة بهانا. نفس الطريقة شو نخلي أداة السؤال اللي هي شنو هي وات ومن ثم فعل مساعد. دورت لقيت فعل مساعد بالجملة لا أستاذ ما لقيت وين تروح على الفعل شوف هذا وين الفعل الفعل شبين بإيدي يعني شنو يعني ماضي إذا الفعل ماضي راح تجيب من جيبك do not download it أكيد راح تجيب did وش تسوي ونحذف أو نرجع الفعل إلى أصله يعني نحذف الإيدي إذا نحذف الإيدي ونرجع الفعل إلى أصله فصير look نكمل وراها الفاعل شنو الفاعل مستر جابر زائدا الفعل الرئيسي شنو هو look زائدا التكملة شنو التكملة بقت عندي at وبالأخير علامة السؤال صارت الجملة What did Mr. Jaber look at ما الذي نظر عليه السيد جابر Mr. Jaber looked at Hannah's painting السيد جابر نظر إلى رسمة هانا اللي بعدها France is famous for its shops فرنسا مشهورة بمحلاتها هم أنا قال لك استخدم لي what ليش لأن هو نظل لي its shops محلاتها المحلات غير عاقل أحذفها أخلي ذات السؤال اللي هي شنية what زائدا الفعل المساعد لقيت هنا أنا فعل مساعد ينزل كما هو what is زائد من الفاعل شنو الفاعل France what is a France زائد التكملة famous for what is a France famous for بماذا مشهورة فرنسا لتسون على أنت السؤال بماذا مشهورة فرنسا مشهورة فرنسا بمحلاتها اللي بعدها Uncle Rashid waited for Khalid and his father. السيد أو العم راشد انتظر خالد وأبوه. شوف هنا أنا شو يقول؟ يقول لك أنا مظلل لك خالد وأبوه. خالد وأبوه عاقل. إذا نستخدم ذات السؤال هو أجي. أخلي ذات السؤال اللي هي هو زائدا فعل مساعد. لقيت فعل مساعد؟ لا أستاذ ما لقيت. روح لي على الفعل. شو لقيت؟ لقيت إيدي. يعني فعل ماضي. يعني ايش راح تخلي يعني راح تجيب من جيبك ديد وترجع الفعل الى اصله يعني تحذف الايدي زاد من الفاعل شنو الفاعل انكل راشد زائدا ركز وياي فعل رئيسي شنو هو ويت بقت بس الويت بدون الايدي زائدا التكمله ايش بقت عندي فور وتسمعون على السؤال هو ديد انكل راشد ويت فور لمن انتظر العم راشد انتظر خالد وأبو الأخيرة فؤاد and Tanya want to learn about other countries فؤاد وتانيا يريدون أن يتعلمون عن البلدان الآخرين أو البلدان الأخرى إيش قال لي؟ قال لي وات ليش الوات؟ البلدان الأخرى تعتبر غير عاقل أخلي شنو؟ الوات زائد الفعل المساعد شنو الفعل المساعد؟ ما لقيت أجيب من جيبي أجيب أما دو أو داز أو ديد أخلي دولا داز لديد الوانت مجردة لا بها أس ولا بها إيدي إذا إيش راح أخلي راح أخلي دو زائد من الفاعل شنو الفاعل فؤاد and تانيا زائد الفعل الرئيسي شنو الفعل الرئيسي want زائد التكملة to learn بعد بعد شيء أدي بعد about أنزلها التكملة زائد علامة السؤال شنو الفكرة أو شنو السؤال صار What do Fuad and Tanya want to learn about? ما الذي يريد أن يتعلمه دانيا وفؤاد؟ ما الذي يريدون أن يتعلموا؟ يريدون أن يتعلموا عن البلدان الأخرى. هذا كل ما يخص تمرين رقم واحد. هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. سجلوا عليه مهم جدا. يجيني مثل ما هو. يجيب لي أحد الجمل. أما يقول لك WH سوي لي سؤال باستخدام WH. ويظلل لك لازم يظلل لك او يجر لك خط جوا الشيء اللي المفروض تسال عنه او يقول لك اريدك تستخدم لي الاداه الفلانيه في هذه الجمله الحلول امامكم و
والخطوات كذلك حاولوا تسجلوها بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا 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 بالامتحان التحريري. ننتقل إلى تمرين رقم 2. شو يقول؟ يقول لي complete Hibas questions، أكمل الأسئلة المتعلقة بهبا. هذا مجرد نشاط صبي، محادثة بين هبا وليث. يقول لك سوي لي جملة سؤال، لا نركز وياي. ليث شي جاوب، طبعا احنا لازم نقرا الجواب، يلا نحدد السؤال. ليث شي جاوب، يقول له I am writing to my friend in London، انا اكتب لصديقي في لندن. قال لك اساله لمن بدك تكتب، فاذا ايش اقول له؟ اقول له who are you writing to، لمن تكتب؟ فيقول لي I am writing to my friend in London، انا اكتب لصديقي في لندن. I am writing about elephants in the zoo، أنا أكتب عن الفيلة في حديقة الحيوانات. اشتوي لي سؤال، أقول له What are you writing about؟ ما الذي تكتب عن؟ أكتب عن الفيلة في حديقة الحيوانات. Elephants they come from Africa and India. الفيلة تأتي من أفريقيا والهند. فهنا ايش يقول لي؟ يقول لي أريدك تسوي لي سؤال عن الوير، عن المكان اللي تأتي من الفيلة. فأقول له Where do elephants come from؟ من أين تأتي الفيلة؟ They come from Africa and India. هذا مجرد نشاط صفي، هم يعتبر كتدريب عن موضوع تكوين السؤال باستخدام الملاحظات اللي قلناها وشرحناها بداية الدرس. تمرين رقم 3، يقول لي Read and compare the conversation. How does Helen feel in each one؟ اقرأ المحادثتين وحاول انه شنو تميز بيناتهم او تفرق بيناتهم. يعني على سبيل المثال سألتها، قالت لها Have you ever been to Iraq؟ هل ذهبت الى العراق؟ قالت لها Yes I have. قالت لها Oh okay. هاي المحادثة الاولى. المحادثة الثانية قالت لها Have you ever been to Iraq؟ قالت لها Yes I have. I went 3 years ago. Wow. What did you see؟ I went to Ur. It was amazing. لقد ذهبت إلى أور، إنها مذهلة. هنا أنا أريد أن أذكرك بملاحظة أخذناها بالدرس السابق. إيش قلت لكم بالدرس السابق؟ قلت لكم yes I have دائما يأتي بعدها جملة بزمن الماضي البسيط. خلنا نتأكد هذا كلام صحيح. I هي الفاعل، went فعل ماضي زادا تكملة. فاعل وفعل ماضي، إذن الجملة ماضي بسيط. فإذا أكد لك أن الجملة التي تأتي بعد Yes I have تكون جملة باستخدام الماضي البسيط. طبعا هنا شنو يقول لك؟ يقول لك بالبداية هذه سئلة السؤال، قالت لها Have you ever been to Iraq؟ هل ذهبت إلى العراق؟ فهي جاوبت قالت لها Yes I have وسكتت. فهي حست ضايجة أو ضاجت لأنه ما كملت أو ما تفاعلت وياها. بينما بالجملة الثانية صارت سعيدة. ليش؟ لأن لما سألتها قالت لها Have you been to Iraq؟ هل ذهبت إلى العراق؟ قالت لها Yes I have. I went there 3 years ago. نعم لقد ذهبت إلى هناك، ذهبت قبل 3 سنوات. فرحت. ليش؟ لأن كملت الجواب مالتها، تفاعلت مع السؤال مالتها، مو فقط قالت لها Yes أو No وسكتت. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. تمرين رقم 4، يقول لي Write questions to ask Helen about her travel. يقول لك أنت الآن تخيل أن أنت تحكي ويا هاي هيلين اللي أخذناها قبل دقيقة. تخيل انك تحكي ويا هيلين، اريدك تكتب لي اسئله من الممكن ان تسالها لهذه هيلين. هو معطيني مثال Which countries have you been to؟ اي البلدان ذهبت اليها؟ مثلا انا اساله سؤال اخر، اقولها What have you done؟ ما الذي فعلتي؟ What have you seen؟ ما الذي رايتي؟ الى اخره. اي سؤال من الممكن ان يخطر على بالي ممكن اسئله لهيلين عن رحلتها للعراق أسأل الهياء. كذلك هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا أن درس في موضوع قواعدي مهم جدا جدا جدا، اللي هو موضوع تحويل الجملة إلى جملة سؤال باستخدام WH question. أخذنا الملاحظات، أخذنا القاعدة، أخذنا الخطوات، طبقنا على التمرين اللي طلبه من عندي. هذا التمرين أحد جمل جاياتك في امتحان الشهر الأول، فصل الثاني الشهر الأول، مهم جداً بسؤال القواعد. يجيب لي جملة ويقول لك سوي لي جملة سؤال عنها، أما ينطيك الأداة اللي راح تستخدمها أو يقول لك أنت حدد الأداة وهو جر لك خط جوا شيء اللي المفروض تسأل عنه. فإذا كان عاقل تخلي له، إذا كان غير عاقل تخلي له وات، وهكذا مثل الملاحظات اللي شرحناها.
حاولوا تسجلون هاي الملاحظات في الدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا في امتحان الشهر الأول وامتحان أخير السنة. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على الحسابات الموجودة أسفل الفيديو في الوصف.